عالية. ربي ما حطك في ذا المكان إلا مالك، مالك فيه خير ولا لك فيه رزق. ضم العلم ذا وحطه في أقصى قلبك، مالك 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 فيه خير، الله صدبك عنه لأن مالك فيه خير. ادع الله دائم الخير، اللي أنت فيها الآن خير. الله تحبون العلوم، طرها رفيجنا ذا، جعل ربي يوصل كل شخص المبتغى. والله عانوني رايح أخذ لي خضرة ودام وعبي الدتسن بنزين، يا كثر موتري واقف الكيا من فشتنا كفراته، ما فيني من راح يزينه وهو موتري. ما عاد عندي وقت يجي، وقتي مو بلي عادي، إذا الدنيا الله يعطينا خيرها. الله الله رايح ناخذ لي والله خضرة ودام يا الربع وببس ولبن، نعبي الموتر بنزين. الله الله الدتسن ذي خذت صولة وجولة، خذت في الدنيا صولة وجولة، ما خلت شارعنا الا قدوطته. علي سكاينة اعطها تعطيك في الباطن، ظهرت من الباطن وموجه للدنيا. الدنيا فيها محل خضرة وفيها محطة بنزين وفيها صرافة، تبعد من الباطن قرابة 10 كيلو تقريبا يعني. الله تحبون العلوم، ترى العلوم طبعا لا يغرك اني فاتح الدريشة. الربع هذا وادي مليطان، مدخل الباطن جعل الله السيل يسيه. الله الله ما جاهز زفلت الا العام، ولا كان ما فيه زفلت يجون كبني سعد الحين سايقين هجلة، الله يستر عليهم ستر، ما يردهم الا مطبه ناصر بن سعود جعل في الجنة. الله الله هذه الباطن يا الربع مثل ما تشوفون تنطلق بيوت الذوبة من نية، جعل ربي يكثرهم. الله الله احنا ذا الحين في الباطن، كانكم ودكم بصولة وجولة فبشروا بالسعد ذا الحين. الله الله هذه الباطن يا الربع بيوت الجماعة تعانوها من يمين ومن يسار. الله الله تنشدون تقولون فيها وش اسمه صرفات و الذويف. الله يطول عمرك. الله الله يلحقها شمس ومرتنا يلحقها ظلال هي. الله الله هذه كانت بقاله وقفلت، كان بنشر وقفل. الله الله هذه الديره تحبون العلوم، وهنا بعد كان فيه بقاله يقالها بقاله الباطن منصور، بقالات وصرفات والامور دي مهم موجوده، كان مثلا قفلت الظروف يعني. الله يستر عليه المصري. هذا كان ملعبنا وحنا ورعات نلعب. الله هذه الله الله هذه الديره الربع ذي المقبره، جعل الله ربي يعانه. قولوا يا الله وقولوا يا الله ان جعل الله ربي يرحم ماتانا ومات المسلمين جميع. والله منها اصفك راس وحمر عين هنيه غير انتهت حياته، جعلهم في الجنه. الله الله وذا البر مثل البيوت ذيك، البيوت ذيك لو بغوا يكشتون يظهرون هنا ما يحتاج يعني، يكشتين هي لا صاحت عليه امه ولا ابوه راح لهم على رجلي. الله الله وكلها يعني هي نفس الطريقه، البيوت من يمين ومن يسار. عماير فيها، عماير فيها فلل فيها ريجين ماسكين مناصب ضباط ودكاتره ومسؤولين في الدوله، ما هي بسهل. خليت بكم جولة سريعة ديرة، طبعا دي حارتنا، حارتنا أنا وعيال عمي وإخواني هنا. طبعا حنا حضر الديرة يا للمكان ذا، حنا الحضر إنه في نص الدرية. الله الله هذا سايق جلد مو فاتح الخط، ما يدري إني المشهور بهاج الأكلوني، ما تدري ما يدري، ولا لو إنه يدري كان جنن من الخط. الله الله دي هذه حارتنا حنا، هذا حنا مش شو اسمه مو مشاهير، حضر الديره. الله الله بنصلي ذا الحين المغرب، جعل الله ربي يقبل منه ومنكم صالح الاعمال ونشوفكم على خير. جوله سريعه ما هي بالاخيره لكنها جوله سريعه. الله الله عانوا هذه
لحق غيوم، لحق غيوم.